اليوم من هنا نقول لرفاقنا في جنوب افريقيا شكرا. اليوم باسمكم جميعا نقول لجنوب افريقيا ثانك يو. اليوم ايضا من هنا نقول للدول التي ايدت وقدمت مذكرات تدعم توجه جنوب افريقيا لمحكمة الجنايات الدولية شكرا. اليوم تقف إسرائيل متهمة بارتكاب إبادة جماعية بحق أهلنا وشعبنا في غزة، والمدعي عليها جنوب إفريقيا. Thank you South Africa. Thank you for all what you have been doing. الله يحميكم. شكرا جزيلا. بارك الله فيكم. شكرا.